وكده خلصنا العجلة اهي، وكده بقت بي ام اكس 16. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده معانا حلقة جديدة هنتعلم فيها تحويل عجلة نيجر عادية 16 إلى بي ام اكس. طبعا قبل ما أبدأ الشرح العملي، يا ريت كل اللي لسه مشتركش معانا في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لنا لايك للفيديو. طبعا الحاجات اللي احنا محتاجينها في العجلة ديت 2 جنط نيجر برامق وجادون نيجر وتيش نيجر وكورس نيجر، وهنبدأ مع بعضنا في شرح تركيب. أول حاجة معانا العجلة النيجر اهي، نجيبها نحضر الكوميت. أول حاجة معانا هنحل فك الطارة اللي هي الأكس الأمامي، مفتاح 15 فولت، نشيل الطارة اللي هي القديمة ونبدأ نجيب الطارة اللي هي البي ام اكس، نركب فيها الأكس. طبعا الأكس معانا اهو أكس نيجر، ونبدأ نفكه ونركبه في الجنط اللي معانا. كده اهو نربط الصمر الداخلية، عايزين شايفين كده ونبدأ نربطه بالأكس الأمامي. كده تمام، نجيب مفتاح 15، نبدأ نربط تمام. كده ايه، كده خلصنا العجلة الأمامية. نجيب العجلة الخلفية، نبدأ نركب هنبدأ نركب العجلة الخلفية نفس اللي احنا عملناه في العجلة التانية، لو الأمامية نركب نجيب برضو الأكس اللي هو الخلفي اهوت، والبلد بتاعته نركبه هنا تمام، نركب البلد الأول بعد كده الصمولة اهو. كده معانا الأكس داخل العمر مظبوط، نبدأ نحل الصواميل جاهز. يبقى حل بقى الطرف الخلفية، مفتاح 15،
تمام كده، ممكن نطلع عليه الخلفية ونبدأ نشبط نظبط البنزين بتاع العجلة. طبعا هنا الكادر نازل على العجلة، الكادر نازل، هنبدأ نشبط الطرف اللي بينزل الأول، الطرف الخلفية وهي عشان نركب طرف بي ان اكس. طبعا الكادر سائط، هنعمل الديش نركبه بحيث يبقى الكادر. نركب الطرف الخلفية من البي ام اكس، نركب البنزل الأول، نظبط العجلة، العجلة كده ضيق، نحتاج إن احنا نوسعه شوية، كده ضيق هنحتاج إن احنا نوسعه. نجيب اللسع ونبدأ نوسع الكادر شوية أهو كده، نكمل سنة هنا هنا، ونبدأ نجيب الطالع من حاجة. أول حاجة نشبط البنزير ونبدأ نركب من هنا وهنا مسافة واسعة، نجيبها شوية نظبط البنزين واحدة واحدة، نظبط 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 الطرف النص، ونبدأ نربط الصواميل بتاعتنا نظبط. نركب السنادة نجمع المفتاح 15، تمام اهوت، نحرق على الجنب التاني برضو. وكده احنا حررنا على الجنوب، نقلب العجلة ونركب الجدول النيجر بتاع العجلة. نظبط العجلة، أول حاجة عندنا نفك الجدول النيجر في 13، نجيب فوق الجدون العالي 13 فولت، نبدأ نسيبهم شوية فوق الجدون فولت. اهو كده خلعنا الجدون، هنبدأ نجيب الجدون النيجر دي الجدون بتاع الأفعى، نبدأ نجيبه ونركب دي الرئوية في الجدول زي ما انتوا شايفين كده. نحل المسامير، دي مسامير ألنتيه كبير اهو، يا فلان اصبر بقى. ظبط الكرسي اهو شايفين، انا عايز
المسمار. بعد كده هنجيب الكرسي، هنركب الكرسي بتاع العجلة. الكيش عالي عن البدون، فاحنا هنوصل الكيش شوية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كده العجلة مع الكرسي والتيش فاضل الفرامل. أول حاجة هنجيب دراع الفرامل الكيبورد ده نضبه من تحت. ونبدأ نجيب الكوشة الفرامل الخلفية اللي احنا هنربط نركب الكوشة الخلفية بتاعت العجلة. في مسمار 10 مسمار بتاعته نبدأ نربطها البيبة 10 اهوت. نبدأ نحرق جامد نشوفه تمام كده. ركبت كوشة الفرامل فاضي اللي هو جراب الفرامل. نبدأ نظبط الجراب، جراب الفرامل اللي هو ده ونصبح نشبط السلك دهوت. تمام نبدأ ندخل فيه الجراب بتاعه دهوت. الجراب طويل شوية نقصره اهو ندخله في الأماكن بتاعته. كده ونبدأ نظبطه في مكانه تمام. ندخل السلك تحت الأمان تمام. قوية كده ان شاء الله فاضل معانا
مقابض الجلد. نجيب فين هي المقابض الجلد؟ نركبها اهو. هنا مقبض في الجنب التاني، مقبض اهو زي ما انتوا شايفين كده. وكده ان شاء الله العجلة كده معانا كده، العجلة معانا خلصت اهي. وكده خلصنا العجلة اهي، وكده بقت بي ام اكس 16. ياريت كل اللي شاف الفيديو ياريت يعمل اشتراك ولايك للقناة عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، وياريت كل واحد يقول لأصحابه، يقول لكل الناس اللي عنده، ولو في أي معلومة ولا أي استفسار ياريت تكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. وياريت كل الناس اللي يشوفوني يعمل لي لايك وشير للقناة. وكنا العجلة خلصت اهي، بي ام اكس 16 تعديل، وحاجة تحفة فنية وجميلة جدا. وما تنسونيش يا رب بدعائكم ليا وكل حاجة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.